الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في كتاب الأذان، والباب الذي نتناوله الآن عنوان له وترجم له الإمام البخاري رحمه الله، فقال: باب رفع الصوت بالنداء. والنداء المراد به الأذان، أي رفع الصوت بالأذان. ثم أورد قولا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ومعنى أذن أذانا سمحا أي أذانا سهلا ليس فيه نغم ولا تطريب ولا صوت صعب على الأذن، لأنك ترفع كلمة التوحيد، ترفع شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وتعلن قبل أن يقف المصلون بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، يعلن المؤذن أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فيقول: الله أكبر الله أكبر، ويعيدها مرة ثانية: الله أكبر الله أكبر. يا من في يدك شغل يشغلك أو شيء يلهيك، الله أكبر مما في يدك. يا من انشغل قلبه بذكر أمور قد تبعده عن هذا الموقف الذي له جلاله وبهاؤه وجماله وكماله، الله أكبر من كل ما يشغل قلبك. إنه يقف ليعلن كبرياء الله وعظمته، وأنه أكبر من كل شيء في الوجود، لأنه خالق كل شيء وخالق الوجود كله. فلذلك يأمر بادئ ذي بدء من يعلن الأذان أن يرفع صوته وأن يقول: الله أكبر الله أكبر، ويشهد شهادة التوحيد لله وشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للإقبال على الصلاة وعلى الفلاح وعلى السعادة. وهو حين يدعوهم إلى ذلك ينبغي عليه أن يكون سمحا في صوته، ليس قاسيا ولا متشددا. أذن أذانا سمحا سهلا، هكذا كان يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ولنأتي على الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب وفي أوله، يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له:
إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية. الغنم معروفة، البادية هي الصحراء التي لا عمارة فيها. فأذنت بالصلاة، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. إذا كنت في غنمك، في هنا بمعنى بين، يعني إذا كنت بين غنمك وباديتك، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة. الباء هنا في كلمة بالصلاة معناها السببية، يعني بسبب أدائك للصلاة. يبقى إذا كنت في غنمك أولا في بمعنى بين، يعني إذا كنت بين غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة. الباء هنا بمعنى السببية، يعني أذنت من أجل أداء الصلاة. فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، أي عليك أن ترفع الصوت بالأذان ليسمع جميع من حولك الأذان. فارفع صوتك بالنداء. ما السبب؟ يأتي البيان في العبارة التالية: فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمع هذا القول، سمع هذا البيان، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هناك حديث آخر رواه أبو داود والنسائي: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، كل شيء. وحديث آخر رواه ابن خزيمة يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر، لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية: يشهد بلفظ المضارع. فإذا شهد له البعيد الذي وصل إليه صوته فالقريب من باب أولى. ما الحكمة من الشهادة؟ يعني لماذا تشهد له هذه المخلوقات؟ اشتهار المشهود له، اشتهار المشهود له أي المؤذن، اشتهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة. وروى الإمام أحمد
من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. ولنا هنا وقفة. رواية تقول كل رطب ويابس، ورواية تقول إنس ولا جن، ورواية تقول ولا حجر ولا شجر ولا مدر. معنى هذا أن ممن يشهد للمؤذن مخلوقات غير الإنس وغير الجن، يشهد له كل رطب ويابس، يشهد له الحجر والشجر والمدر. وهل الحجر له نطق والشجر والمدر الحصى؟ نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. رب العزة وحده الخالق الذي خلق الإنسان والحجر والمدر والشجر والجماد والنبات هو خالق النطق وخالق الشهادة. بعض العلماء يقول إنه بلسان الحال، والبعض يقول بلسان المقال. بلسان الحال أي أن حال هذه المخلوقات وهي شاهدة على خالقها، وهي شاهدة على مدبر أمرها، شهادة كشهادة النطق بذلك. معلوم أن المخلوقات منها ما له حديث وكلام ولسان كالإنسان، ومنها ما ليس كذلك كالجماد والنبات والحجر والمدر. فكيف تشهد جميع المخلوقات من رطب ويابس؟ إما أن يكون هذا بلسان الحال، وإما أن يكون بلسان المقال. بلسان الحال أي أن حالها وعظمة خلقتها وأن وجودها شاهد ويشهد بلسان حاله على ذلك، وإما بلسان المقال يعني تتكلم بلسانها. وكيف للجماد أن يتكلم؟ إنك إذا نظرت إلى جبل أحد حين وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل واهتز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان. فخاطبه مخاطبة من يسمع ومن يتكلم. فلا مانع أن يكون بلسان الحال وبلسان المقال. ويغفر للمؤذن مدى صوته، فكلما رفع صوته وأسمع أكبر عدد ممكن كان له من الفضل والمغفرة والمثوبة والرحمة ما شاء الله سبحانه وتعالى. والآن أصبحت الحضارة الحديثة ومنتجات التطور و ما صنع من آلات ومكبرات للصوت تسمع عددا أكبر وأكبر، وهذا من فضل الله الذي منح الإنسان هذه العقلية التي اخترعت مكبرات الصوت
وبمدى ما يصل إليه الصوت ويرتفع الصوت يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. ومن أجل ذلك كان للأذان منزلة عالية، وكان المؤذنون أرفع الناس يوم القيامة وأعلاهم أعناقا لمنزلتهم، لمكانتهم، لرفعة درجتهم بسبب إعلاء كلمة التوحيد، وبسبب رفع الصوت بالأذان يشهد لهم كل رطب ويابس. لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا مدر ولا شجر ولا شيء. وكلمة شيء هنا من عطف العام على الخاص، لأن الإنس والجن خاص، وكلمة شيء تشمل الإنس والجن وكل رطب وكل يابس وكل حجر وكل مدر، أي أن كل شيء وكل المخلوقات تشهد للمؤذنين ويقولون أرفع الناس عناقا يوم القيامة، وتكون لهم هذه المثوبة وهذه المغفرة العظيمة التي أعدها الله تعالى للمؤذنين. وهل هذه المثوبة والمغفرة لمن يؤذن حسبة ودون مقابل فقط، أم يشمل جميع المؤذنين؟ لا حرج على فضل الله، يشمل جميع المؤذنين، سواء كان هذا المؤذن مؤذن راتب ومخصص للأذان في هذه المساجد المعينة، أم جاء وأذن بدون مقابل، كل مؤذن يشمله هذا. ولذلك جاء هذا الحديث عاما، فيستنبط من الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان وثبوت مغفرة الله تعالى للمؤذنين، وأن الإنس والجن والحيوان والجمادات تسمع صوت المؤذن، مكانة عظيمة جدا. ويندب الأذان للمنفرد طمعا في مغفرة الله عز وجل، يعني كان الإنسان وحده وليس معه أحد. وفي الحديث دلالة على أن بعض الخلق يشهد لبعض بالخير. وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.